السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتوني وشرفتوني. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم، وبعيد كل البعد عن الطبخ والمطبخ طبعا. اليوم حبيت نغير ديزاين القوانين اللي أنا تنطبخ عليهم، تنطبخ فيهم بالحطب، وبقوا معايا إن شاء الله غادي تشوفوا كيفاش غادي نغيرهم. غادي نلبس عليا لا كومبينيزون ديال العمل ونتلاقاو، ما تمشيو بعيد، بقاو معايا. دونك كيف ما سبق لي وذكرت، هادو هما الكانو اللي غادي الكوان اللي بغيت نبدلهم الديزاين. انا من طبعي تيعجبني التغيير، من نبغي نبقى في واحد الديكور كل مره ندير شكل. صافي بقاو معايا. ولهذا التغيير غادي نحتاج الحجر، هكا جمعت الحجر، راه عندي مازال في البرويطه، والتيبن، تبن عادي هذا باش غادي نخدم. وكذلك غادي نحتاج التراب، هذا برويطه ديال التراب جبتها، جابها لي جواد من الحقل، وانتم غادي الماي. هادشي اللي لازم له، لازم لهاد الاشغال ديال اليوم. المهم الشامبيون ديال لي طرافو هو التراب والتبن. هنايا بعد ما نظفت المكان وحيدت كلشي، سحبت كلشي اللي كان هنا، انا حطيتهم هنايا باش يكون الشغل منظم. وقديت هذا، المهم نظفت الارضيه. دونك هنايا انا غادي نبدا الاشغال. انا جبت التراب، ها هو جبته، جبته هنايا في درت القياس، لان تنجيب شويه بشويه باش ما نخلطش. وغادي نضيف التبن واحد الكميه، المهم الكميه اللي نغلب عليها. وغادي ندير على الميه، وغنخلط. بغيت ندير لي ليغون ولكن ما نعرفش نخدم لي ليغون. غادي نخلط هاد التراب و التبن، بغيت تخلطو يتمزجو كاملين. غادي تنعجنوهم، بل لان راني درت الماء ميه كثيره، غادي نمشي نزيد التراب في يدي، نمشي نزيد التراب فيه. هنايا بعد ما زدت التراب وعجنته، عجنته مزيان تيرجع بحال هذا القوام هذا. كلشي بالقوام، حتى التراب بالقوام. المهم انا نبغي هذا القوام هذا باش هو اللي غادي يشد لي كوانن. المهم عجنته مزيان. الان غادي نهزو ليه حدايا باش ما نتعذبش. هنايا بعد ما درت هنايا حدايا باش ما نتعذبش، غادي نبدا من هنا. كنت تنضحك على راسي، تنلبس لكم الكومبينيزيون باش ميا باش نخدم اليز. المهم بغيت نبدل الديزاين، يعجبني انا التغيير. ايوا فوالا، وغنستف الحجر بحال هكا، وغادي نستمر بحال هكا حتى تنبني. انا طشرون. انا مقاوله، يبغى نبني له شي دار مرحبا به. غادي نحط لكم التليفون في السامحه، واللي بغى يبني شي دار ولا شي عماره
اتصلوا بيا على راسو ليا عزيز عليا. انا هاد الاشغال اليدويه تنفرح لحقاش ندير واحد الحاجه بيدي لمسه ايدي تكون عزيزه عليا دغيا دغيا ماشي شي حاجه. بالعكس انا بالنسبه ليا حاجه مسليه تنتسلى فيها طب. اليوم كان عندي الصراحه ما كانش عندي الاشغال ديال الغدا كان عندي درتو بكري الخبز والفران اللي يدي لي الوقت. عندي الخبز وقلت لي معلا نستغل الوقت الضائع اللي ما عنديش فيه ما ندير نبدل الديزاين ديال الكوانل اتسالني التراب ماشي نزيد. راني دايره غير حدايا في البرويطه غير خصني نقرب لحدايا وصافي. هنايا انا ساليت هاد الكبير انا دزت لهاد الصغيور انا قديتو دابا بحال تنقولو تندير له فينيسيون هنا غادي نزيد شويه صدقوني هاد اذا كنت ندير بحال هاد الاشغال تنكون ممتعه اوقات ممتعه عندي بالنسبه ليا انا كاين اللي ما يتفقش معايا ولكن انا جيم بيان هاد لي طرافو. واحد الحاجه نديروها بيدينا يمكن احسن منها فوالا. هذا راني قديتو يعني تقريبا ساليتو بقى لي غير ندير له الفينيسيون نخليه بغيت نخليه ينشف شويه. ودرت هاد الحديدات هنا باش يهزو راني عرفتي ما خليت نضادر وجهي كله عامر من قطط ديال هاد التراب. وهنايا درت واحد التقيبه اللي تبان لكم ها هي باش يخرج الدخان منها نفس البانون يا فوالا. غادي نخليه ينشف يجف شويه باش نعاود نكملو. بعد ما شفت هذا نشف شويه انا غادي نفينيه هذا راني خليت له واحد الثوق هنا باش يتنفس عندي هاد الصراحه هاد الاشغال تنكون تري تري زوغوز فيها كيعجبني. راني درت شويه ديال الماء هنا باش تنفز يدي باش بحال ما عرفت كيفاش تيقولوا لها تنملس باش تنرطب زعما تنقلب على ديك المصطلح ديال انني تنرطب ما بقيتوش بحال اللي تيرطبوا البنايه الحيوط الجدران الجدران الجيران هنا ايوا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بهذا شو كي رديت حالتي بقات تقول لي موي ديري لي كات درتهم في الاول ولكن ما عرفتش نخدم بيهم الصراحه. قلت لها راه هاد التراب راه مزيان لليدين لاغجيل هاد الطين هذا تيرطب اليدين لان ما فيهش ديك الحجر اللي غادي يذبحوا لي يدي ولا اللي يجرحوا لي يدي. ايوا فوالا
ايوا كي جاكم الكانون. هنايا درت واحد درت هاد الشبيكه هادي باش نحط عليها الطاجين، الطاجين ولا اي حاجه ولا البريمه ولا بغيت غير باش نخفي هاد العيوب. سبحان الله هاد التراب والتبل يعطيوك الطوع باش انك تخدم. بغيت غير نخفي هاد العيوب. زيد شويه ديال التبن، هنايا زدت شويه ديال التبن باش نخفي هاد العيوب هنايا. باش زعما يكون متين ما يخطرش معايا الا حطيت عليه شي حاجه ثقيله. بحال قلت تنوثقو ولا ما عرفت كيفاش تنقولو له، ما عرفتش ديك المصطلح كيفاش نقول. ايوا فوالا تنحاول ندير حتى من الداخل، يعجبني واخا ما غاديش يبان ولكن يعجبني الفينيسيون تكون قاده. هنايا بعد ما ساليت هذوك الاثنين الكبير واللي صغير فكرت انني ندير واحد اخر هنايا صغيور قدو الارضيه لاباز قدو لاباز ياك باش تشوف البلا اللي غادي يجي مواتي معاه. كما قلت لكم هنايا انا عاوتاني درت كوينه صغيور هنا غادي نسجبو بيا الماء ديال الصغيرات هذا اللي كانوا قدام دا مراه مع مرين بالقطل. صافي غادي ندير له بحال الاخر هنايا. وجدت الدياد يتسلى لي دغيا تنمشي نجيبو عاد. باش تتكون الأرضية تتكون متينة نزيد أنا راه خليت لا يدي لا صابو كلشي كلشي جوج. غادي نديرو غير صغيور إيوا كي جاتكم فكرة عرفتي راني البورتابل كيفاش راني راداه باش نصور ما نقولكمش كيفاش راه المفعوصة ديال الكاميرامان النار ما جاتنيش ندعو ولا على نادية تكون معايا على الاقل هي انا ندير هي تصورني لكن عندها ظروف ما جاتش. ايه فوالا نزيد التراب خص هاد الحجيرات كلهم يتطرقوا يتخباو بهاد تبنو. راه ملي تندير ديك اللعيبه ديال هكا عرفتي راه نضاضري يرجعوا كلهم للتراب حتى حاجه ما ساهله حتى اللعب ما ساهلش حتى الا جينا نلعبو ما ساهلش اللعب. اي حاجه لابد نتعبو فيها
ايوا المهم الى هذا النهار ما دخلتش عندكم اللايفات الليل المساء عفوني راني اغميه علي صافي غادي نروح غادي نروح دق دقا مسالي يام طا مع هاد الماكينه الحراره عرفتي راني على رسا هاد الكومبيليزون سخون ايه فوالا غادي نخليه ينشف يجف شويه باش يعطيني الطعن قدو دونك هنايا بعد ما ساليت هاد الكانون الثالث هادو هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش تيجيو وفي الاخير بدلت الديزاين كذلك الطناجير والحلات ديال الطين درت واحد الكرسي تما وستهم تما علشان يكون شويه نظام ودابا غادي انا غادي ننظف الجوانب ديال هذا المكان اللي انا اشتغلت فيه دونك هكا الشكل النهائي في الاخير ديال موقيت الحطب هكا تيجي جاني هكا راني تهد حيلي كنت في الاول كان الصوت ديالي مرتفع دابا عييت تعبت كثير اليوم والحجر اللي هو اللي يعني شاطلي من بقى من العمل فكرت انني نستفو هنايا وحطيت عليها الطواجي لان ما كفانيش المكان هناك وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليق دابا مثلا ما عرفتش هذوك المواقيت قلت انا ديك الكوانن انا واحد الحاجه ديال الصباغه تعجبني ممكن انني نصبغهم بحال شكل الفران ممكن نخليهم هكا طبيعيين المهم انا وكانتي وانا والمنفخ منفخ حامل منفخ داك المنفخ اللي تحت كان ضايع وما مرميتوش انا تندير اعاده تدوير ما يعجبنيش نلوح اي حاجه المهم استعملته كحامل المنفخ الجيد وديك الطويجن ما تساعليش مع الاخوان ديالو حطيته الفوق وانا بدلت الديزاين وبدلت الديكور ويعجبني انا التغيير مره مره نغير ديك الحجر كذلك راه غادي طاحت لي الفكره اشنو ندير به غير دابا انا عييت تعبت كثير اليوم تهد حيلي يلا ان شاء الله يعجبكم الشغل ديالي ويعجبكم التغيير وبالتالي هنايا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه مع السلامه.